وبالتالي نقدر ان احنا نتوقع عملية انتخابية هادئة على المستوى الامني، حماية الوطيس على المستوى السياسي؟ ايه بطبيعة الحال. نحن عملنا تجربة من حوالي السنة تعلق بالانتخابات البلدية، والحمد لله كانت ناجحة جدا، ما صار فيها اي شيء حاد. نيابية مختلفة طبعا، ولكن كل التدابير اللي عم تأخذ يعني أخذ بعين الاعتبار ضرورة الامساك بالوضع الأمني بالكامل، يعني دون حدوث أي شيء يعطل أو يسيء إلى العملية الانتخابية أو يربكها. القانون الجديد الخاص بالانتخابات هل يضمن تمثيل عادل لو صح التعبير لمختلف الطوائف ومختلف القوى السياسية؟ ما فيش حاجة بلبنان اسمها عادل. حد الأقصى اللي بنقدر نوصل له بكل المواضيع هو عاقل مش عادل. ما فيش بهذا المعنى. لا، في غلبة لطرف على طرف في هذا القانون ولو كانت محدودة. ليه؟ لأنه هو تجربة جديدة، سواء ما يتعلق بالدوائر الانتخابية، بطبيعة الطائفية، بالنسبية اللي بتفتح البواب أمام استقطابات يعني مختلفة. يعني حزب الله يقدر بواسطة هذا القانون أن يجذب الكثير من غير طائفته إليه، وبطبيعة الحال هذا بيعمل تنويع للمشكلة السياسي أكثر مما يعني بيعمل هدوء. الصوت التفضيلي اللي حيعمل مشكلة بين المرشحين أنفسهم، كل واحد حيقول لا ادوا لي أنا، لا ما تدوش فلان، ادوا لي فلان. يعني تجربة جديدة كليا، فضلا عن التقنيات الحديثة اللي دخلت علينا بالقانون الجديد بفرز النتائج إلكترونيا وإعلانا فهيدي بدها تتسبب بارتباكات سياسية جدية. وبتقديري نحن حنشوف صورة لمجلس النواب بعد تنفيذ هذا القانون مختلفة عن الصورة السابقة. بمعنى انه في هذا القانون سينتج غلبة سياسية لقوة سياسية محددة هي الثنائي الشيعي وحلفائه. بطبيعة القانون هالنتيجة حتكون هيك. فهيبين انه حيظهر بعد ذلك انه بيضة القبان مثل ما بقولوا عنها هتكون مجموعة التيار الوطني الحر اللي هي رمانة الميزان عندنا. عفوا، اللي هي رمانة الميزان عندنا. ايوه، انه مجموعة الرئيس عون النيابية التيار الوطني الحر هي حتكون بيضة الميزان بقى. وما في انطباع بانه هذا سيكون جزء من عناصر التوازن حتى الان، مع العلم انه انا رأيي الشخصي انه الرئيس راغب وبعتقد هيجرب يلعب دور متوازن من خلال كتلته النيابية، بمعنى عدم انجراره الكامل لحلفائه التاريخيين مثل حزب الله او لرغباتهم او ل بس انه هيدي كمان هذا سؤال اكثر مما هو جواب حتى الان. لازم ننتظر ونشوف لوين حتوصل. معليك قلت لي حتى الان، بمعنى حتى ظهور نتائج الانتخابات، وبيبين ساعتها على الارض الواقع اين سيقف رئيس الجمهوريه. هو دخل وخرج الفترة السنة اللي فاتت، دخل وخرج على عملية لعب دور متوازن. بعض الأحيان بيكون متوازن، بعض الأحيان بيكون متوتر، بعض الأحيان بيكون خلافي، بعض الأحيان بيكون وفاقي. يعني هو جاي من موقع بعيد جدا عن مسألة التوازن. ما تنسى هو طرف سياسي يعني حاد في تعابيره وفي تمثيله. بس بقول دايما في كثير من
خبراء بالسياسة اللبنانية بيقولوا انه في شباك مفتوح يعني بنسبة بسيطة او بنسبة عالية حيبان بعدين بانه هذه بيضة الميزان يعني ستقوم بدورة بمسألة حماية التوازن السياسي بالبلد. يقولوا انه دايما السياسيين اللبنانيين ما بيخافوش، لكن عندما يبدي قلق هي في بالحقيقة هو بيقول انه هيحصل كذا. لا انا مش هي طبيعة كلامي، انا بقول انه انا ميال للإيجابية في هذا الموضوع، بس انا ماني متأكد، بدي انتظر.